سؤال للجميع، هل المستحيل مخلوق من خلق الله؟ سؤال آخر، هل رأيتم المستحيل بالعين المجردة؟ طيب مين خلق المستحيل هذا؟ مين اللي خلاه في وجوه ناس كثير؟ مين خلقه ولبسه فقدان الأمل؟ مين أول شخص استخدمه؟ وليش سماه مستحيل؟ عندك تساؤل وفضول وأنا بجاوبك عليه ورح أرضي فضولك. المستحيل يا عزيزي هو التوقف عن الوصول لشيء وعدم الاستمرارية في المثابرة. دامك توقفت عن المحاولة اعرف انك راح تهدم على نفسك من جديد. دامك توقفت عن المحاولة اعرف انك قاعد تفقد املك في حلمك. قاعد توصل للمستحيل، قاعد تخلي المستحيل يتجرأ عليك، قاعد تخلي المستحيل صديقك، قاعد تخلي المستحيل واحد من اهلك. اذا المستحيل كلمة من صنع الانسان، ما في شيء مستحيل ما دمنا مؤمنين وداخلنا امل ومستمرين بالمحاولة. كل ما اخترعناها قادرين اننا نمحيها.